اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الموضوع النهارده مع حنان عواد على راديو وتلفزيون كنداوي. هو الموضوع ايه؟ هو الموضوع ايه؟ هو الموضوع ايه؟ ايه في ايه؟ ايه الموضوع؟ ايه الموضوع في ايه؟ هو ايه الموضوع؟ الموضوع النهارده مع حنان عواد على كنداوي تي في. في كل حلقه بنتناول موضوع مختلف وبنتكلم عنه شويه وبندردش شويه. عادة أنا بختار مواضيع لطيفة خفيفة، السعادة، النجاح، يعني شوية تيبس كده عشان حياتنا تكون أحسن وأفضل. النهاردة معرفش الموضوع، مش عايزة أقول إنه تقيل شوية، لكن أحيانا بنخاف منه، وهو الفشل، مع إن الفشل هو الوجه الآخر للنجاح. وفي رأيي في نوعين من الفشل، الفشل المطلق والفشل المؤقت. الفشل المطلق ان بيكون يعني واحد عنده سلسلة كده من الاخطاء المتكررة اللي ما بتخليهوش ابدا عارف يوصل لهدفه. اما الفشل المؤقت ده بيكون نابع من عدم اكتمال الظروف المواتية للنجاح، سواء على المستوى الشخصي او على المستوى العام اللي بيحيط بهذا الشخص. ودايما هتلاقي ان اغلب الناجحين والعظماء، الناس الاغنياء اللي دايما بيجيبوهم في البرامج ودايما يسألوهم عن اسباب نجاحهم، بيتكلموا على ازاي ان الفشل كان من الاساسيات اللي خلتهم ينجحوا. وانا بعد للحلقة دي ابتديت اجمع معلومات، وابتديت اشوف الكتب اللي انا قريتها عن النجاح بشكل عام، وبالتالي اعرف احدد ايه العوامل اللي يعني سواء على المستوى الشخصي برضو او في البيئة المحيطة اللي ممكن تسبب الفشل. لقيت ده على عكس النجاح، ان اغلب العوامل اللي بتسبب الفشل بتكون عوامل شخصية منبعها من الشخص نفسه. في عوامل تانية يمكن خارجية زي قلة الفلوس، التايمينج، ان مثلا الفكرة بتاعتي الوقت بتاع طرحها في السوق ما كانش صح، ولكن لقيتهم حبة عوامل صغيرين جدا جدا مرتبطة بالمكان اللي أنا عايش فيه وبالزمن اللي أنا عايش فيه. ولكن أغلب عوامل أو أسباب الفشل هي عوامل وأسباب داخلية نابعة من الشخص نفسه. طبعا يعني الليستة كتيرة والعوامل كتيرة والموضوعات المتعلقة بالموضوع الأكبر اللي هو الفشل كتيرة جدا. فأنا ابتديت ألخص بعض النقاط ورسيت على 6 عوامل أعتقد إنها فارقة ما بين إن يكون الإنسان ناجح يوصل لهدفه او انه هو يفشل. انا ما رتبتش الافكار دي، انا هقولها زي ما هي، زي ما انا كتبتها في الليستة بتاعتي. العامل الاولاني هو اخلاقيات العمل، او بالاحرى انعدام اخلاقيات العمل. ان الانسان مثلا ما يحافظش على مواعيده، او ما يحافظش على الالتزامات بتاعته، او يعمل الحاجة بتلصقة زي ما بنقول، ما يعملهاش على أعلى مستويات الجودة اللي يقدر يعملها ويحققها ويقدمها. دايما الإنسان اللي أخلاقيات العمل عنده يعني فيها قولان عمره ما بينجح. أحيانا بنصادف ناس يعني بتعمل دسائس، بيكذب، بيقول حجج فاضية، لما بيعمل شغله ما بيعملوش بإتقان. ربما تقابل النوعية دي ويبقى في يعني حاسس ان فيهم ان هم ناجحين، لكن صدقوني هذا النجاح نجاح مؤقت، لانه مش مبني على اساس صلب واساس حقيقي. ومهما يعني شفناه وتغرينا ان هو نجح شوية، هيقع وهيفشل، وهتبان حقيقة اخلاقياته المتواضعة واخلاقياته الدنيئة دي. العامل الثاني من عوامل الفشل هو الجهل،
والجهل اللي بتكلم عنه مش ان الانسان ما يكونش بيعرف يقرا ويكتب او ما بيعرفش يفتح الكمبيوتر او الكلام ده، ولكن هو الجهل باصول المهنه بتاعته، او انه يخلي المعرفه بتاعته في مهنته او في المجال بتاعه تقف عند حد معين وما يكملش علم فيها، انه مثلا ما يكونش عنده النهم انه يقرا كل ما يكتب عن كل ما هو متعلق بمهنته وباصول الحرفه اللي بيشتغلها. للاسف احنا دلوقتي في عصر المعلومات فيه كتير لكن الحكمه فيه قليله. تقدر تعمل سيرش على اي موضوع إن كان مهما كان فني وتقني، وهتلاقي المعلومات كتيره جدا جدا على اليوتيوب، فيديوهات تعلمك تعمل اي حاجه في اي حاجه. جوجل عنده مئات بل الالاف من الكتب اللي محطوطه كامله تقدر تقراها، ملكش حجه انك تقول ما عنديش طريقه اوصل للمعلومه. ولكن الحكمه النابعه من انها تحفزنا ان احنا نروح نقرا، ان احنا نروح نتعلم، ان احنا نشوف ازاي ممكن نطور الشغل اللي احنا بنعمله، للاسف مش موجوده. فعامل اساسي من عوامل الفشل هو قلة المعرفة، قلة الدراية بالمجال اللي احنا فيه. العامل الثالث بقى من عوامل الفشل هو المهارة. ايه الفرق يعني ما بين المهارة والمعرفة اللي انا قلتها في النقطة السابقة؟ المعرفة هي الجزء النظري للشغل بتاعنا او لحياتنا، المهارة هي التطبيق. يعني مثلا واحد قرا كتب في البروجرامينج، اتفرج على 500 توتوريال في مثلا C++، لكن عمره ما عمل سطر واحد كودينج بC++، ما عندوش مهارة. ربما يخدع نفسه ان هو عنده المعرفة، ده انا قريت، ده انا اتفرجت، لكن انت ما طبقتش بايدك. اي مهارة محتاجة ثقل، والثقل يجي بالتكرار والتنفيذ. النقطة الرابعة، وهي أنا دلوقتي بفكر إن كان مفروض تكون النقطة الأولى، هي الثقة بالنفس، هي إن أنت تؤمن إن أنت يعني تستحق النجاح. ودي حاجة بيسموها إمبوستر سيندروم. يعني إيه إمبوستر؟ إمبوستر يعني مدعي أو منتحل صفة، منتحل صفة ما. احيانا بنبقى جوانا خوف وثقتنا بنفسنا متزعزعة، ونبقى بقى انا ممكن ابقى غني، بقى انا ممكن اعيش في بيت حلو زي ده، انا ممكن اترقى وابقى مدير، انا ممكن ابتدي الشغل بتاعي والبزنس بتاعي وشركتي وانجح. اللي ما عندوش ثقة في نفسه للأسف مهما كان عنده من العلم والخبرة والمعرفة والمهارة وكل العوامل دي، مش هيقدر ينجح، لأنه من جواه مش مؤمن بأحقيته في النجاح، مش مؤمن بقدرته على النجاح. لكن ده ما يخليناش نروح بقى للإكستريم، للناحية التانية، ان احنا نتغر، ان يبقى معلوماتي محدودة واتكلم كأن انا العالم ببواطن الامور كلها. ثقتنا في نفسنا ما تكونش متزعزعة، لكن في نفس الوقت ما يتضخمش ونحط هالة كبيرة جدا جدا حوالينا اللي نقدر نعمله. يبقى فيه بالانس، واثق بنفسي، عارف اني اقدر احقق، ولكن في نفس الوقت باخد الخطوات العملية الصح اني اوصل للي انا عايز احققه ده. النقطة الخامسة هي مهارة التعامل مع الاخرين. كتير جدا نقابل ناس نلاقيهم عندهم علم كبير جدا جدا، عندهم خبرة في الحياة، عارفين يعملوا ايه وازاي، وعندهم برضو ثقة في نفسهم، ولكن ما عندهمش ملكة التعامل مع الاخرين. ودي ليها اسباب متعددة. سبب منهم انه ما بيعرفش يقرأ الاخرين،
انه مثلا منهمك في ان هو يتكلم 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 ويسيطر على القعدة، ما بيشوفش ويدقق في اللي حواليه بيقولوا ايه وبيقولوا اللي بيقولوه ازاي وعايزين ايه ونفسهم في ايه، ايه اللي بيحفزهم وايه اللي بيطفيهم، ايه اللي بيفرحهم وايه اللي بيكئبهم. الشخص اللي ما بيعرفش يقرا الاخرين ماشي في الدنيا زي الاعمى مش شايف طريقه، مع ان الاعمى عنده حواس يعني حساسه جدا جدا لكل اللي حواليه عشان يعوض فقدانه للحاسه اللي فقدها، يعني حتى مش محصلين الاعمى، ماشيين زي اللي متغمي، هو مش اعمى لكن هو متغمي حاطط غيامة كده على عينه ان هو مش مدرك اللي حواليه ايه نقاط الضعف ونقاط القوة. حاجة تانية من محدودية مهارة التعامل مع الاخرين اللي يقولك انا بتكلم بقول الكلام زي ما هو. انا كنت واحدة من الناس اللي بفخر ان انا او زي السيف بقول الكلام زي ما هو، بقول للاعمى انت اعمى في, 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 في عينه، او للاعور انت اعور. ليه نفخر اصلا ان احنا ما بنعرفش نرتب افكارنا ولا نقولها بطريقة ما تزعلش الناس وتضايقهم، او اذا قلناها بشكل يعني بشكل معين نبقى قصدين هذا الشكل. مهارة التعامل مع الاخرين يمكن من اكتر المهارات اللي انا يعني حاسة انها ليها تأثير مباشر على نجاحنا او فشلنا في الحياة، واللي بتنعكس على كل حاجة، ازاي الناس بتبصلنا، ازاي الناس بتسمع الكلام اللي احنا بنقوله، ازاي الناس بتنفذ اللي احنا عايزينهم ينفذوه، بتأثر على قدرتنا في التفاوض، بتأثر على قدرتنا في تحفيز الناس اللي حوالينا، بتأثر على قدرتنا في إدارة فرق العمل. لو لقيت نفسك عندك العلم، عندك الخبرة، عندك الرغبة في تحقيق النجاح ومع ذلك برضو بتفشل، وقف كده وقفة مع نفسك وفكر يا ترى انا بعرف اتعامل مع الناس ولا لا. ومش عايزة ان احنا نقعد نقول لا اصل ان الناس بقت وحشة، اصل الناس بقت مش عارف ايه، اصل الناس ايه. الناس فيها الصح والغلط، الناس فيها الخير والشر، الناس فيها الحلو والوحش. احنا اللي نقدر نطلع من الناس احسن ما فيها، او نحط سيستم ان احنا نحد من الوحاشة اللي بتطلع لنا. مؤخرا كنت بشتغل مع عميلة من العملاء، اتعرفت عليها، صديقة عرفتني عليها، طلبت حاجة معينة عملتها قبل ما نوقع العقد وسلمت الشغل قبل ما نوقع العقد، وقعدت اسابيع طويله بجري وراها عشان اخد الفلوس لان ما كناش وقعنا العقد. اتعلمت ان ابتديش اشتغل بناء على ثقه بس، لازم اشتغل بكونتراكت، لازم اشتغل بسيستم معين ولازم افولوت وما اعملوش اي استثناء. دي مهاره من مهارات التعامل مع الناس، ازاي اقولها بشكل لطيف لبق جميل يحقق مصالحي ومصالح الطرف الآخر. الحاجة التانية، انت ممكن يكون عندك قضية وقضية مهمة جدا جدا لكن تعرضها بالشكل الغلط، فتبتدي ان انت تنفر الناس اللي حواليك بدل ما تكسب تعاطفهم، بدل ما تكسب موافقتهم انهم يسندوك في اللي انت بتعمله تنفرهم منك وما تلاقيش حد يساعدك. دي برضو من مهارات التعامل مع الآخرين. في ان انت تقرأ الناس اللي حواليك. كان عندنا مدير كان لطيف جدا جدا، كان في ناس تدخل المكتب بتاعه يكلمها من ورا المكتب، في ناس تانية يقوم ويقعد على الكرسي قصاد الضيف، وكان في ناس تانية يقوم يتهلل ويقابلها عند الباب ويمشي معاها لغاية ما يقعد على الكرسي. في مرة من المرات كنا في اجتماع وحصلت ثلاث مواقف ورا بعض مع ثلاث عملاء مختلفين،
عميل دخل كلمه من ورا الباب، سوري كلمه من ورا المكتب، عميل تاني قعد قصاده، وعميل تالت أخده وقعده على الكنبات والفتيات اللي في الكورنر بتاع المكتب بتاعه. بعد ما خلصت مجموعة الاجتماعات الصغيرة اللي ورا بعض دي، بيقول لي هو اللي لفت نظري، قال لي انت لاحظتي انا تعاملت مع كل واحد فيهم ازاي؟ لاحظتي ازاي ان انا غيرت اسلوبي مع كل واحد فيهم؟ ده مش نفاق، ولكن انك تعامل الناس زي ما يحبوا انهم يتعاملوا. عندنا مبدأ ان احنا ننادي الناس بأحب الاسماء اليهم، وعاملوا الناس على قدر عقولهم. مش معنى المثل ده، واحيانا الناس بتاخده يقولك اه عامله على قد عقله، يمكن عقله كبير، يمكن عقله كبير وعقلي انا اللي صغير مناش قادر اوصل ليه. او مش شرط ان عقله صغير، ولكن يحب الكلام الدايركت، ما يحبش اللف والدوران. شخص زي دوه ما لازم اقوله الكلام واضح. او واحد تاني ما يحبش هذه المباشرة في الكلام، ما يحبش الكونفرونتيشن، المواجهة. اغير اسلوبي بشكل يتناسب معاه. وتاني بكرر، ده مش نفاق وانما فطنة وحنكة في التعامل مع الاخرين. النقطة الأخيرة بقى هي النفس القصير. إذا كانت المثابرة عامل كبير جدا جدا من عوامل النجاح، فالنفس القصير عامل كبير جدا جدا من عوامل الفشل. كام حد قابلناه كان عنده أفكار حلوة جدا جدا وحاول إن هو يقدمها، كان داوي نفسه، كان مجرد فكرة متواضعة، ولكن المثابرة سنة ورا سنة، برنامج ورا برنامج، خلت هذا المكان وهذا الصرح حاجة كبيرة، وإن شاء الله يكبر أكتر وأكتر. النفس القصير هو لما يصيبك اليأس، أو إن يعني إيه تزهق، ممكن ما نيأسش من الوصول بس تزهق. والنفس القصير دايما بيكون عند الناس اللي ما عندهاش ديسيبلين او التزام. يصحى الصبح لازم يعمل 1 2 3 4، تاني يوم لازم يعمل الاربع حاجات دي، تالت يوم، رابع يوم، يوم ورا يوم، يوم ورا يوم، كل يوم كل يوم بيقرب خطوة للهدف اللي هو عايز يوصله. في ناس كتيرة جدا جدا يأست بدري، زهقت بدري. انا ما بتكلمش على العلاقات الانسانية، احيانا في بعض العلاقات الانسانية بيكون الاحسن ان احنا كل واحد يروح في سكته، او اتنين مثلا افتكروا ان هم هيكونوا اصحاب ولكن العلاقة تتأزم قوي، فيبقى الاحسن ان احنا نفترق احسن. انا بتكلم على الامور اللي فيها شغل، وان الواحد يكون دؤوب العمل. الناس اللي نفسها قصير عادة ما بتوصلش. في عندنا الشيتا اللي نفسها قصير بس عارفة ان هي لازم تعمل اقصى ما في استطاعتها في الفترة القصيرة دي عشان تبلغ الهدف بتاعها. احنا ما بتكلمش على ده، احنا مش شيتا، احنا مش في الادغال، احنا ما بنجريش ورا غزلان. ولكن هتلاقوا ان الصروح الكبيرة اللي تأسست حوالينا احتاجت وقت عشان تتبني. فنطول نفسنا شوية، بس نطول نفسنا واحنا بنشتغل، مش واحنا قاعدين حاطين ايدنا على خدنا منتظرين الفرصة اللي هتجينا من السماء. احنا اللي نخلق الفرصة بتاعتنا. أرجو أن كلامي النهاردة يكون عجبكم، وياريت نتكلم ونتناقش على إيه تاني أسباب من أسباب الفشل، وإزاي ممكن نتجاوزها، وإزاي ممكن نتخلص منها علشان نحقق النجاح اللي نفسنا فيه. أشوفكم الحلقة الجاية.